في البصرة أكبر مدن جنوبي العراق تتزاحم سحب الدخان التي تخلفها المنشآت النفطية في السماء. ووسط مصادر التلوث المختلفة أطلقت حكومة البصرة مشروع زراعة أشجار المانغروف على معظم الشواطئ الساحلية للبصرة، تحاول الحكومة من خلالها خفض مستوى التلوث. البصرة عبارة عن مناخ شبه صحراوي، هذا يخلي يعني الحكومة المحلية وجامعة البصرة تسعى للبحث عن بدائل. جامعة البصرة صار 5 سنوات متمثلة بمركز علوم البحار وكلية الزراعة تعمل على دراسة نباتات ممكن تخدم بيئة البصرة وتساهم بها بشكل جيد. اليوم وصلنا لنتائج أنه نبات المنغروف الرمادي اللي هو نبات يعيش بمياه البحر، يقدر يتحمل ملوحة مياه البحر أو أكثر من ذلك وبدرجات حرارة عالية. هذا النبات راح يساهم في تنقية السموم الموجودة في مياه الأنهار والسواحل، وأيضا راح يساهم في تقليل تلوث الهواء. ويشرح المختصون في مركز علوم البحار ميزات الشجرة التي يعملون على زراعة 20,000 شتلة منها، مؤكدين نموها في المياه المالحة وتحملها لدرجات الحرارة المرتفعة والملوحة ذات الكثافة العالية. هذه الأشجار يعني ستسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، طبعا يعني راح نقوم بزيادة الأعداد. سيد محافظ البصرة أوعز بزراعة 1,000,000 شجرة. هذه الأشجار مهمة جدا في مقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تستقبل أو تسحب CO2 من الجو بمعدل 6 أضعاف أي نبات آخر. ولهذه الشجرة مزايا أخرى عديدة، فجذورها تشكل حواضن مناسبة لنمو الأسماك الصغيرة والقشريات البحرية، وتعد أغصانها ملجأ للطيور والحيوانات البرية. زراعة أعداد كبيرة منها راح تكون رئة لمحافظة البصرة لاختزال ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الغازية الموجودة في محافظة البصرة، وأيضا هو يعني ضمن التزامات العراق اتجاه التغيرات المناخية وانضمام العراق لاتفاقية باريس. وتعمل أشجار المانغروف على حماية الضفاف والمناطق الساحلية التي تتعرض لتيارات المد والجزر ومنع انجراف التربة، لا سيما في المناطق الحدودية. وتتعرض محافظة البصرة لمصادر مختلفة من التلوث بفعل تمركز الصناعة النفطية فيها، فيما تسبب تجريف بساتين النخيل وتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وغياب الأغطية النباتية بسبب ملوحة وشح المياه إلى اتساع رقعة التصحر في المحافظة. نجح العابدي، الحرة، البصرة.